واتساكم الدراري، معكم فورز ومرحبا بكم فيديو جديد. الدراري شوف هذا الفيديو هذا بزاف اللي كيتسناه، واش بغاو تكملوا الفيديو حتى الاخر؟ حيت في هذا الفيديو الدراري اول حاجه جايب لكم واحد الهمزه اللي غادي تعجبكم بزاف واللي غادي تفيدكم بزاف، وثاني حاجه الدراري في الاخر ديال الفيديو عندي لكم واحد الكادو اللي غادي يعجبكم بزاف، سيرتو الدراري اللي باغيين يشريو بي سي، الدراري اللي باغيين يشريو سيت اب، الدراري اللي باغي ابغريديو شي حاجه اللي واعره. اول حاجه الدراري البي سي اللي جايب لكم اليوم الدراري يساوي 2000 درهم الدراري، كيف ما قال العنوان كيف ما تلقاو هنايا يساوي 2000 وشي لعبه الدراري. اوف كورس الدراري هذا البي سي هذا ما غادي تلقاوه غير عند بي سي مراكش. اول حاجه نشوفوا بعدا شنو هاد البي سي، ومن بعد غادي نشوفوا البي سي شنو اللي ممكن يخدم. هاد اللعيبه جديده اللي زادوا البي سي مراكش هما انهم كيقول لك شنو هما لي كاش جرافيك اللي ممكن يخدموا لك في البي سي، ولا يخدموا لك زعما ماشي غير يخدموا لك ولكن يخدموا لك حاجه اللي ناضيه وهربانه بزاف. الدراري خليكم مع هاد الفيديو هذا، وما تنسوش الدراري تخليوا لايك للفيديو وتابوناو في لاشين اللي كنتو جداد وفعلوا الجرس الدراري وكومونتيو شحال ما قديتو الدراري، حيت لي كومونتير ديالكم الدراري غادي يفيدوني انا بزاف ويموتيفوني انني باش نبقى نجيب لكم همزات بحال هذا. اول حاجه الدراري البي سي كيف ما الى جيتو بعدا دخلتو اللين اللي غادي نخلي لكم تحت في الديسكريبشن، غادي تلقاو البي سي ب 3300 درهم، ماشي ب 2000 درهم، 3300 درهم. ولكن الدراري عندي لكم واحد القالب اللي ممكن ديروه باش يولي البي سي الثمن ديال البي سي قل من 3300 درهم، غيهبط حتى 2000 درهم الدراري. اول حاجه كيف ما كتشوفوا الدراري البي سي اللي هو كور اي 7 4790 اللي هو نفس البي سي اللي كان عندي واللي كنت كنقصر به، فيه 8 جيجا في الرام، فيه 128 جيجا في الاس اس دي، وفيه 500 جيجا في اتش دي دي الدراري. اس اس دي الدراري مهمه بزاف في البي سي، بس البي سي هذا فيه الاس اس دي وفي الاتش دي دي، دونك الدراري البي سي غادي يكون خفيف طياره بعدا في الخدمه. ثاني حاجه الدراري هو ان هذا البي سي هذا ما فيهش بواسي عاديه كيف ما تلقاوها في كاع لي سيت الدراري الاخرين. بي سي مراكش الدراري دار لكم واحد البلان اللي واعر في هذا البي سي، دار لكم الدراري بواتي جيمنج في هذا البي سي هذا واللي فيها ثلاثه ديال الفرفارات ار جي بي، يعني الدراري بحال مثلا غادي يكون عندك بي سي جيمر وبثمن قل من 3000 درهم الدراري، شي حاجه اللي هربان. الدراري اوف كورس اللي هبطتوا هنا غادي تلقاو كاع لي زانفورماسيون اللي عندهم علاقه بالبي سي، تقدروا تجيو تشيكيو هنا الدراري تشوفوا هاد اللعيبه لي زانفورماسيون كاينين في البي سي. ولا اللي ممكن نقول لكم الدراري انا هو ان هذا البي سي هذا ناضي. وثاني حاجه الدراري هو انه هذا البي سي عليه غارونتي ديال 6 موا الدراري، 6 شهور ديال غارونتي. يعني الدراري وصل لكم بي سي خاسره فيه شي حاجه ولا شي لعبه اللي ما كنتوش نتوما اللي خسرتوها، تقدروا تعيطوا لهم يرومبورسيو لكم البي سي الدراري في ديك اللحظه، يعني الدراري ما كيتعطلوش. صوت الدراري كيف ما كتشوفوا الصراحه البي سي كيبان الشكل ديالو هربان الدراري، الصراحه كاع البي سي اللي كتلقاهم بهذا الثمن بهذا الكونفيك ما كتلقاهمش فيهم لي بواتي جيمنج، سيرتو انك في لي سيت الاخرين الا بغيتي تزيد بواتي جيمنج خاصك تزيد فلوس بزاف. دونك بي سي مراكش داير لكم هذا البرومو ديال انهم كيعطوك بواتي جيمنج وبالله دول ار جي بي والسكيل ديال اللي عربان بالرجوله بنفس الثمن ديال بواتي عاديه الدراري. الكاس جرافيكات الدراري كيف ما كتشوفوا هنا الكاس جرافيك اللي كومباتيبل عندك جي تي اكس 1050 تي اي اللي هي الكاس جرافيك اللي كتخدم به انا الدراري. والصراحه الدراري اللي ممكن نقول لكم هو انه بي سي بهذا البي سي بهذا الكاس جرافيك كتخدم به شي حاجه اللي هربانه، كاع لي جيمز كانوا كيخدموا لك باف بي اس طالع كان كتقصر مرتاح، يعني الدراري ما محتاج شي حاجه اخرى، وعاد مازال الدراري كنت كنستريمي، يعني كنت كنقصر وكنت كنستريمي بهذا البي سي. ثاني حاجه الدراري جي تي اكس 1650 سيرتو الدراري تو عليه البي سي جي تي اكس 1650 سوبر ماشي شي حاجه اللي غادي يهرب لك الصاد، حاجه اللي غادي ما عرفتش كيفاش غادي نشرح لكم الدراري، ولكن غادي شي حاجه تكون صافي سوبر سونيك الدراري. وهادشي خلينا ديال ار تي اكس ولا شي كاس جرافيك اللي كثر. حاجه اخرى الدراري هو انه هاد البي سي مراكش تقدر تكونتاكتو مع الدراري وتريزيرفي هاد البي سي ديالك الدراري اللي بغيتي تشريه، وتقدر انك تزيد فيه وتنقص فيه اللي بغيتي الدراري، وكيبيعوا الدراري حتى لي كاس جرافيك، دونك الدراري تقدر تاخذ بي سي كومبلي من عندهم بهاد البروموسيون، شي حاجه اللي هربانه الدراري. سو الدراري جينا لاهم بارتي الدراري واللي علاش قلت لكم هاد البي سي هذا تساوي ب 2000 درهم الدراري. اول حاجه الدراري بغيتي تشري مثلا هذا البي سي هذا غادي تمشي دير مثلا اجوتي او باني، هاد اللعيبه دي ما عارفينش بزاف ديال الناس، وهمزه جبتها لكم نتوما الدراري سو انتفعوا منها من حد مازال كاين. سو الدراري غادي تمشي دير كتم هنا غادي دير اجوتي او باني، غادي يطلع لك هنا الثمن ديال البي سي بثمن ديال ليفغيزون اللي كيتزاد 50 درهم اللي هي 3350 درهم، هذا هو الثمن اللي كيطلع لك ديال البي سي. الا مشيتي درتي الدراري كوموندي هنايا، سو الا مشيتي درتي كوموندي كيطلع لك هاد الباج الدراري ديال انك باش تكمل الكوموند ديالك. ولكن الدراري هنا هاد اللعيبه دي كيبان لك فوزافي ان كود برومو، دونك غتمشي دير هاد اللعيبه ديال فوزافي ان كود برومو وغتمشي وتكتب بي سي ام اللي هي هنايا 22، غتكتب بي سي ام 22 الدراري ودير اجوتي
تسنى الدراري واحد شويه. الدراري مبروك عليك الدراري، ومبروك عليك بي سي ولا من 3350 درهم ل 2970 درهم الدراري. يعني الدراري نقصوا لكم 330 درهم من البي سي وداروا لكم ليفريزون غراتيس. سو كيف ما كتشوفوا الدراري ديال همزه اللي جبت لكم اليوم الدراري بي سي جيمر بواتي جيمر الدراري الليدو وثلاثه ديال الفرفارات الدراري باي سات 4790 بالاس اس دي ديالو بالاش دي دي ديالو 8 جيجا فلارام الدراري غير ب 2900 درهم الدراري. شكون بحال وباي ذا واي باقي الكادو الثاني مازال ما قلتوش لكم. سو الدراري هاد البيس هذا مثلا اكثر هاد الاسئله اللي ممكن اللي كيجيونا الدراري باش شنو ممكن تقصر بهاد البيس زعما الا شريتي انت هاد البيسي شنو هما لي جيمز اللي تقدر تقصر بهم. الجيم الاولى اللي تقدر تخدم لك في هاد البيس اللي هي جي تي 5 الدراري اوف كورس. ثاني جيم الدراري اللي معروفه اللي هي فالورانت الدراري حتى هي كتخدم لك في هاد البيس تقدر تخدمها وتقصر فيها كيف ما بغيتي. سيتو فالورانت الدراري اللي واحد الجيم اللي كتعتمد على البروسيسور دونك الدراري واخا تكون عندك اي كاس جرافيك لك عندك بروسيسور ناضي تقدر تقصر مزيان في فالورانت. ثالث اشهر جيم الدراري ممكن تقصرها في هاد البيس هذه اللي هي فورتنايت الدراري. يعني الدراري جي تي 5 فالورانت فورتنايت يقدروا كاع يخدموا لك في هاد البيس ويخدموا لك مزيان. كونتر سترايك الدراري جلوبال اوفنسيف ولا سي اس جو حتى هي تقدر تخدم لك وتخدم لك مزيان في هاد البيس. والدراري هاد البيس هذا اللي شريتي ليه شي كاس جرافيك من دوك لي كاس جرافيك اللي قال لنا البيس مراكش الدراري غادي تقدر تقصر حتى اخر كول اوف ديوتي خرجت الدراري اللي مودرن وارفير 2 دونك بيس اللي هربان بروموسيون اللي هربان الدراري دونك زربوا عليها. اند اوف كورس الدراري كنتو باغيين شي بروموسيون اخرين بحال هادو الدراري اوف كورس دوز عندي الانستغرام فولو مي في انستغرام الا كان شي عيبه جديده ولا شي حاجه راه اوف كورس غادي نبوستها في الانستغرام هي الاولى عاد ديك الساعه اللوحه في يوتيوب دونك دوز عندي الانستغرام. اند اوف كورس الدراري قلت لكم بلي راه كاين واحد الكادو اخر اللي عندي لكم الدراري في هذا الفيديو هذا. اند اوف كورس الدراري هذا الكادو هذا داروا لينا بي سي مراكش وداروها غير الدراري اللي جايين من عندي دونك الدراري ما كاين حتى شي واحد اخر اللي عارف هذه الانفورماسيون اللي غادي نعطيكم دابا الدراري. اول حاجه الدراري اللي جيتوا لهنا في هذا السيت ديال بي سي مراكش الدراري وجيتوا هبطتوا لهنايا الدراري اللي جيت اللي كاينه بروموسيون هنا كاينه هذه اللعيبه ديال بروموسيون كتدخلوا الدراري للجهه ديال البروموسيون الدراري الناس اللي باغيين يشريو مونيتور شي حاجه تكون هربانه الدراري مونيتورات اللي ناضين الدراري كيف ما كتشوفوا كاع هاد لي مونيتور اللي حاطين لكم هنايا الدراري 75 هرتز 165 هرتز المونيتور ديال 2K المونيتور ديال 144 هرتز الدراري هاد لي مونيتور كاملين الدراري اللي كتشوفوا هنايا عليهم بروموسيون اللي غادي ما غاديش يبانوا لكم هنايا الدراري غتمشي توركوا عليهم الدراري عرفتي مثلا بحال باغي تشري هاد الدراري غتمشي دير لها اجوتي او باني الدراري يعني هاد اللعيبه هادي تقدر ديرها على كاع لي مونيتور اللي كاينين في هاد البلاصه في هاد الجهه ديال بروموسيون. عاوتاني الدراري اللي كتشوفوا هنايا كتبتوا فوزافي ان كود برومو عاوتاني وهاد المره الدراري غادي تكتبوا فورز وتوركوا على الدراري على اجوتي وتسنى واحد شويه الدراري غادي نقص لكم الثمن ديال هاد لي مونيتور بواحد البورسونتاج الدراري ايوا 10% من الثمن ديال ليكرون الدراري. يعني في هاد الحاله الدراري شوف هاد ليكرون هادي اللي يساوي 1890 درهم حيدو لكم تقريبا الدراري 190 درهم الا درتوا هاد الكود برومو الدراري. اوف كورس هاد الكود برومو هادي كيخدم على تكتب شي فورس بالنسبه للكود برومو دونك غينقص لك الثمن هاد دونك هادي مزيانه الدراري اللي باغيين يشريو لي زيكرون الدراري كاينه بكود بروموسيون اللي ممكن ديروها الدراري. اند اوف كورس الدراري اللي كنتو باغيين كودات اخرين لعيبات اخرين اوف كورس كتبوا لنا في لي كومونتير الدراري وفوالا الدراري هادشي اللي كاين الثمن ديال ليكرون من 1890 درهم ل 1700 درهم الدراري الثمن اللي نهبط بشحال. اي فوالا الدراري هادو هما الكادوات اللي كانوا عندي الدراري كيف ما جبت لكم الدراري كادوات الدراري غتقدروا تعاونوني بحاجه وهذا الدراري وانكم تبارطاجيو هذا الفيديو الدراري تخليو لايك الفيديو تكومونتيو شحال ما قديتو الدراري في لي كومونتير اوف كورس الدراري اللي كنتو جداد في لاسين تابوناو حيت هاد الهمزه كي غيبقاو ديما بقى اي حاجه زعما كاين شي همزه جديده راه غادي نجيبها لكم فيديو. اي فوالا كان معكم فوز الدراري غنقول لكم دابا Bitch, I'm stylish. Glock talk, big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond.